السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والسعادة مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم ويانا في يوم جديد مع أسبوع جديد، أيضا نتمنى أن يكون أسبوع ناجح وموفق للجميع، طبعا سواء اليوم المداومين أو الغير مداومين. نتمنى لكم يوم سعيد وإن شاء الله يكون أسبوع أيضا موفق لكم جميعا. ندعوكم طبعا اليوم لمتابعة هذه الحلقة من برنامجكم صباح الشارقة اللي يأتيكم من السبت للخميس على مدار الأسبوع لمدة ساعة ونص، حتى نقدم لكم مجموعة من الفقرات والأخبار، أيضا الضيوف اللي يرافقونا من خلال البرنامج، وبالتأكيد نحاول وياهم أن نتناقش في كثير من الموضوعات الاجتماعية والأسرية اللي تهم الجميع. طبعا اليوم نتمنى أن حلقتنا تكون مميزة بالنسبة لكم بفقراتها، وبالبداية أصبح بالخير على أخوي جمال. صباح الخير. صباح الخير بهيثة، وصباح الخير أعزائي المشاهدين، وصباح جديد ومليء بالسعادة والتفاؤل. طبعا اليوم في شيء غريب في الاستوديو، أنا ما أعرف بهيثة اليوم طول اليوم تضحك، المخرج أنا ما أعرف شو فيه، والله يستر. لكن أعزائي المشاهدين قبل أن نطلع لفقراتنا، نحيي ضيفنا الدائم كل سبت الشيف ماجد الصباغ، واللي دائما يفاجئنا ب ما شاء الله بالاكلات الغريبه الصحيه. صباح الخير شيف ماجد. صباح الخير جمال. صباح الخير بهيثة. يوم السبت طبعا يتميز، يعني غير الفقرات وهذا، لكن صراحه يتميز بوجودك ويانا، لنا طبعا تقدم لنا دائما الشيء المفيد والخفيف، وبعد اليوم بنتكلم بشكل اكبر، خصوصا ان نحن مقبلين على شهر رمضان، يعني اكيد ربة المنزل بتكون حاجة لنصايحك. صحيح، فاكيد صباح الخير كمان للسادة المشاهدين، وصباح الخير لطاقم العمل كله. اكيد اليوم راح نقدم طبق حلويات، راح يكون هو طبق واحد لكن الشرح راح يكون متنوع لحتى نطبقه في البيت بطرق بسيطة، نستغل الوقت اللي معانا لحتى نقدم أشياء مفيدة بتمنى تفيد الناس اللي عم يتابعوا. جميل. طبعا الحلويات يعني من الأساسيات والأشياء المطلوبة في شهر رمضان دائما. صحيح. الحلويات واللي دائما يميزك أنك دائما تقدم لنا أي وصفة أو أي أكلة، سواء كانت حلويات أو مثلا أكلة كاملة أو حتى سلطات، تقدمها بطريقة مبسطة جدا وصحية، يعني تكون سهلة وصحية على ربة المنزل. عموما ان شاء الله بنجيك طبعا وبناخذ الوصفه من عندك اليوم إن شاء الله. وبنرجع لمشاهدينا هم بعد بطريقه لذيذه. صح، يعني مو بس الطعم لذيذ، حتى الطريقه اللي يسويها بشكل لذيذ. ترى شوف دائما في الاكل يعني يقول لك ان النظر له اهميه. نعم. يعني العين ممكن تشبع من الاكل. صحيح. فاكيد دائما الاكل يوم شكله حلو لازم الواحد بياكله يعني من خاطره، لكن اذا شكله مو مرتب او مو بحلو ممكن انه يعني تتسكر شهيته. مشاهدينا الاعزاء، فاصل قصير بس نتابع فقراتنا لهذا اليوم، نرجع لكم ان شاء الله. طبعا هذه فقراتنا مشاهدينا، ايضا نذكركم بطرق التواصل ويانا في البرنامج. بداية أرقام الهواتف اللي بتظهر أمامكم على الشاشة، واليوم طبعا نحن بناخذ اتصالاتكم بنستقبلها على سؤالنا لهذه الحلقة، أيضا طرق التواصل الأخرى اللي تعودتوا عليها ومن خلالها يمكنكم طبعا متابعة ما فاتكم من حلقات البرنامج أو كل برامج مؤسسة الشارقة للإعلام، أيضا إبداء كل آرائكم واقتراحاتكم عبر طرق التواصل اللي ظاهرة أمامكم على الشاشة، صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر، أيضا الأونلاين الخاص بالمؤسسة على اليوتيوب، أيضا إيميل البرنامج وإنستغرام البرنامج أو إنستغرام المؤسسة. أيضا نذكركم دائما بتطبيق المؤسسة SMC والمتوفر طبعا على كافة المتاجر، يمكنكم طبعا مشاهدة البث المباشر لمؤسسة الشارقة للإعلام وكل برامجها على أجهزتكم الذكية. أيضا ذكركم بموقع المؤسسة دائما اللي هو smc.ae، من خلاله أيضا يمكنكم التعرف على كل جديد لمؤسسة الشارقة للإعلام. نعم، وهم بعد مثل ما عودناكم أن كل سبت وخميس هناك سؤال. صحيح. طبعا سؤال هذا طبعا الإجابة صحيحة أو الشخص اللي جاب على الإجابة يحصل على 500 درهم. صحيح. طبعا سؤالنا لهذا اليوم يقول متى تأسس مركز إكسبو الشارقة؟ وتابعوني خلكم معاي مشاهدين، لأن أنا راح أقول لكم الجواب بس بشكل غير مباشر.
يعني نغششكم. أكيد نحن لازم أن نسهلها لمشاهدينا، لكن مو بس أن نسهلها لمشاهدينا، هم بعد نشجعهم أكثر، لأن مو بس اليوم بيكون معنا سؤال، حتى باكر إن شاء الله في حلقة باكر بيكون معنا أيضا سؤال. يعني أنتوا تعودتوا دائما أن السبت والخميس بس، لكن هذا الأسبوع بيكون في بعد يوم الأحد سؤال، وأيضا جائزته نقدية بقيمة 500 درهم مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام. السؤال لليوم يعني الأغلب يمكن يعرفه ويعرف المكانة المميزة لإكسبو الشارقة، ويعرف أيضا تاريخ هذا المعرض أو هذا المركز، يعرف أيضا الفعاليات الكثيرة اللي تقام فيه. إذن سؤالنا بسيط جدا مشاهدينا، متى تأسس مركز إكسبو الشارقة؟ ونحن بانتظار تواصلكم يانا عبر أرقام الهواتف اللي ظهرت أمامكم على الشاشة. نعم طبعا مركز إكسبو الشارقة يعني من أقدم المراكز صحيح. في دولة الإمارات اللي تقام فيه يعني حتى معارض الكتاب غير المعارض، واللي تأسس في عام طبعاً. أنت الحين ما قلت الإجابة. لا أنا ما جاوبت. ما قلت الإجابة، لكن هي الإجابة يعني ما أدري نسهلها شوية ثناء عليهم. يا ثناء نسهلها عليهم. طيب أوكي ماشي، بنعطيكم اختيارات على قولة المخرج. شو الاختيارات؟ أقول اختيار الأول. الاختيار الأول في عام 1977 أو في عام 1978 أو 1980. إذن الخيارات مرة ثانية. في 1977 أو 1978 أو 1980. شمعنا بس يعني خيار واحد اللي سويت شي يعني عليه؟ يعني نلغي خيار واحد نسهله أكثر لمشاهدينا. أوكي بناخذ أول خيارين، يعني 77 أو 78، اختاروا واحدة منهم. وأكيد طبعا الأغلب يعني عرف عن هذا المعرض وبالتأكيد أو هذا المركز، وأيضا من خلال محرك البحث يعني ممكن أنه يحصل الإجابة مباشرة. نحن بانتظار تواصلكم ويانا في البرنامج، وبنبتدي حلقتنا وياكم كالعادة ويا أخبارنا المحلية. تفضل خويا. نعم نبتدي بالأخبار المحلية أعزائي المشاهدين. خبرنا المحلي الأول لهذا اليوم بعنوان حاكمة الشارقة وأم القوين يشهدان حفل تخريج الفوج الثاني للدفعة 14 من طلاب جامعة الشارقة. شهد صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين حفل تخريج الفوج الثاني من الدفعة 14 من طلاب جامعة الشارقة الذي أقامته جامعة الشارقة بقاعة مدينة الشارقة الجامعية يوم الخميس الماضي. وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أنه منذ البدايات الأولى لجامعة الشارقة وجهنا القائمين عليها بالعمل على اغتنام سرعة الزمن بالانفتاح على الآخرين والاستفادة من تجاربهم الناجحة التي أمضوا سنين طويلة حتى تمكنوا من إنجازها، وكان من نتيجة ذلك أن التزمت الجامعة أو جامعة الشارقة بسرعة الزمن اللازم لنجاحها وإثبات جدارتها، بل وتقدمت إلى الصفوف الأولى بين الجامعات النظيرة. طبعا أبو هيثة يعني الحرص الشديد من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ورعايته للثقافة بشكل عام، لكن صحيح. اللي شدني في هذا الموضوع التوجيهات، يعني خلينا نقول يعني بعد النظر عند هذا الرجل بالفعل. يعني اللي أدت إلى 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 تطوير يعني الجامعات المدارس السلك التربوي بشكل عام يعني السباق مع الزمن السرعة في الإنجازات صحيح. فأعتقد أن كانت توجيهات يعني جدا مناسبة وكانت في وقتها حقيقة. بالفعل أخوي جمال، يعني نحن يمكن تكلمنا سابقا كثير يعني عن اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة الله يحفظه بمسيرة التعليم بشكل كبير، حرصه على أبناء أنه يكون جميعهم متعلمين، أيضا حرصه على أن هذه الجامعات أنها تكون صروح تعليمية كبيرة أيضا، مو على مستوى الإمارة فقط أو على مستوى الإمارات، ولكن على مستوى إقليمي أكيد ومستوى دولي. عفوا اليوم طبعا جامعات الشارقة وصروحها التعليمية لها مكانة كبيرة سواء في الإمارات أو خارج الإمارات. بالتأكيد مثل ما ذكرت بعد التوجيهات هذه اللحظات الجميلة واللي يمكن كل مشاهدينا تابعوها من خلال يعني نقلنا المباشر
أثناء حفل التخريج. شافوا كم هذه اللحظات هي جميلة، كم هي أيضا تعتبر لحظات تاريخية لكل طالب استمع لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الله يحفظه. أنا أتصور حتى اللي ما كان موجود في التخرج أو اللي مقبل على التخرج لما يشوف هذه المشاهد في التلفزيون، المشاعر الإيجابية هذه اللي موجودة يعني يعطي حافز وتشجيع كبير أنه يكون في هذا الموقف في, في, في يوم التخرج. فيعني الجامعة الأمريكية منصوب، جامعة الشارقة منصوب، وغير المدارس غير، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة. اللهم آمين، أتمنى التوفيق طبعا للجميع. ننتقل لو ياكم مشاهدينا لخبر آخر بعنوان شروق تعزز الروابط التجارية والاستثمارية بين الشارقة وإقليم كردستان العراق. اختتمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق مشاركتها في ملتقى ومعرض التجارة والاستثمار الإماراتي العراقي الثاني الذي استضافته مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق تحت رعاية وزارة الاقتصاد وحكومة إقليم كردستان وبدعم من مكتب دبي لتنمية الصادرات ومكتب الاستثمار الأجنبي التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وحرصت شروق على المشاركة في المعرض والتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين من خلال وفد ترأس محمد جمع المشرخ رئيس ترويج الاستثمار في الهيئة إلى جانب مروان العجلة تنفيذي ترويج الاستثمار في شروق. إذن مشاهدينا هذا الخبر عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، وأيضا هذه الجولة وهذه المشاركة أيضا في ملتقى ومعرض التجارة والاستثمار الإماراتي العراقي الثاني. ويمكن دائما نحن نتكلم جمال عن دور هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق في الترويج لإمارة الشارقة من خلال المشاركة في هذه المعارض، المشاركة في هذه الملتقيات اللي بالتأكيد ممكن أنها تكون يعني حافز كبير أيضا للمستثمرين أنهم يتعرفون أكثر على إمارة الشارقة من خلال يعني هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير وأيضا غيرها من الهيئات والشركات اللي خلال هذه الفترة تحاول الترويج لإمارة الشارقة لإبراز طبعا مزاياها يعني في كافة المجالات، خصوصا بعد حصولها على عدة ألقاب آخرها عاصمة الثقافة الإسلامية 2014 وأيضا انتظارها لعاصمة السياحة العربية 2015 وحصولها أيضا سابقا على عدة ألقاب. فبالتأكيد هذه المميزات الموجودة في إمارة الشارقة تحتاج لترويج، وأيضا الهيئة تقوم بدور كبير من خلال هذه المشاركات. صحيح، مو هذا بس، يعني احنا لو نلاحظ يعني تكاتف الجهات والمؤسسات الحكومية في إظهار هذه النتائج اللي تصب في النهاية في سمعة الإمارات وسمعة السياحة في الإمارات والخدمات اللي موجودة، يعني الشارقة، أبو ظبي، دبي، يعني هذه المؤسسات لما تتضافر أكيد يعني نتائجها بإذن الله تعالى راح تكون أكيد إيجابية. ويعني في الخبر يعني ذكرنا عفوا أن يعني شوف هذه المشاركة بدعم من مكتب دبي لتنمية الصادرات، مكتب الاستثمار الأجنبي التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي وأيضا دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. يعني مثل ما قلت هذا التكاتف أكيد هو اللي في الآخر بيطلع بنتيجة. صحيح، نعم. خبر بعنوان حملة الوقاية من الإنهاك الحراري 2014 تنطلق الأحد المقبل في الشارقة. تنطلق غدا في الشارقة حملة الوقاية من الإنهاك الحراري تحت شعار سلامتهم غايتنا، تستمر 5 أيام بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع بمخاطر الحرارة المرتفعة واحتمالات الإصابة بالإنهاك الحراري، وتشجيع الفئة التي تتطلب أعمالهم التعرض لأشعة الشمس اتخاذ الإجراءات الوقائية واتباع ممارسات صحية سليمة لتجنب مرحلة الإصابة. وضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية عقدت منطقة الشارقة الطبية بمقرها اجتماعا مع الجهات المشاركة للإعلان عن موعد انطلاق حملة الوقاية من الإنهاك الحراري بمشاركة جمعية الشارقة الخيرية ووزارة العمل وشرطة الشارقة وبلدية الشارقة والدفاع المدني ولجنة أصدقاء المرضى. كما انضم هذا العام للحملة كل من جامعة الشارقة، جوالة جامعة الشارقة، والهلال الأحمر، وجمعية الشارقة التعاونية. يعني طبعا احنا لما نتكلم في هذه الامور نروح على الجانب الانساني من صحيح. الدرجه الاولى يعني صحيح. خاصه مثل ما تعرفين ابو هيثم الصيف عندنا ما شاء الله يعني
صحيح. كل سنة تزيد الحرارة فيها، لكن احنا نقول يعني هذه النظرة أو اللفتة الجليلة يعني من قبل حكومتنا. صحيح. والناس والتعاون، حتى الحين احنا نشوف مو بس المؤسسات والحكومات، حتى الأشخاص على مستوى الأفراد. صحيح. أن يشترون بعض المياه من الجمعيات ويوزعونهم. صحيح. حتى في الانستغرام في نشوفهم يعني حتى يتصورون معاهم، يعني بالفعل يعطي دافع معنوي لهذا العمل. بالفعل أيضا هذه الحملات أخوي جمال يعني فعلا أن اليوم يحاولون أن يعني يعرفون الأشخاص سواء العمال مثلا يعرفونهم بكيف طرق الوقاية، يعني الحملات السابقة كانت حتى ترشدهم كيف طريقة اللبس، أيضا الخوذة مثلا. صحيح. أمور معينة ممكن تقيهم يعني من الحرارة. أيضا تعرف يعني أرباب العمل بأهمية أيضا الرحمة بهؤلاء. صحيح. العمال خصوصا اللي يتطلب شغلهم مثلا أن يكون في فترة الحرارة. صحيح أن نحن في دولة يعني الحمد لله تعطي هذا العامل حقه من خلال ساعات معينة يتوقف فيها عن الحمل عن العمل، يعني ساعات الحرارة العالية أو وقت الذروة هذا الوقت يتوقف فيه العامل. صحيح. عن العمل لين تهدأ الشمس، لكن هو بشكل عام الجو حار، حتى مساء الجو حار. فهذه الحملات لها دور كبير حتى مع أصحاب الشركات مثلا اللي عندهم عمالة كثيرة، تعرفهم بطرق الوقاية حتى يعني أيضا تقي يعني رب العمل نفسه تقي. صحيح. من أي مشاكل ممكن إذا صارت لأحد العمال عنده. هي نقطة يمكن عفوا يعني جت على بالي وانت تتكلمين. يعني هذا السلوك الانساني على فكره انعكس انعكاس ايجابي على العمال الغير مسلمين. صحيح. يعني في كثير منهم يعني احنا لما نتابع الجمعيات الخيريه او يعني في منهم دخلوا الاسلام بسبب هذا التعامل. صحيح. يعني انهم الرحمه سبحان الله يعني فالدين طبعا المعامله في النهايه يعني. ودائما يعني تعرف والله موجوده حتى بغض النظر عن هذه الحملات ولا أي شيء، دائما يمكن اللي ما يلاحظون حتى فترة الصباح مثلا ممكن أحيانا يصير ازدحام شوي في الدرب أو شيء، يوم بتشوف شو سبب الزحمة أو شو سبب أن الشارع واقف بتلقى شخص قاعد مثلا يوزع ماي، شخص قاعد. صحيح. يعطيهم شيء مثلا يقيهم من الحرارة، الأفكار اللي ينزلونها أيضا مثلا مثل شراء مطارة هذه. صحيح. ممكن أيضا تنفعهم مرات أجر. أخرى بس غير قاعد يسب يا ريال حدا مو بوقته مسكينة هذه حصل أجر وهذه حصل أثم. أسأل الله أنه يعني جرائم. الله يتقبل من الجميع. ننتقل وياكم مشاهدينا لخبر آخر، وخبرنا عن منتخب الإمارات بطلا لكأس الخليج لهوكي الجليد. أحرز منتخبنا الوطني لهوكي الجليد لقب كأس الخليج لهوكي الجليد للمرة الثالثة على التوالي بعد تغلبه في المباراة النهائية على المنتخب الكويتي بنتيجة 5-0 لا شيء، بينما احتل المنتخب القطري المركز الثالث بعد فوزه على المنتخب العماني بنتيجة 7-2، وذلك في ختام البطولة التي استضافتها دولة الكويت تحت رعاية الشيخ سلمان الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة الكويتي لشؤون الشباب. نعم. وخبر آخر طبعا الشارقة للإعلام، تعزز قيم الموروث المحلي بذكرى حق الليلة. طبعا يعني خبر جميل هذا أنا أحبه. صحيح. احتفلت مؤسسة الشارقة للإعلام بذكرى حق الليلة، إحدى أشهر المناسبات التي يحييها المجتمع الإماراتي بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وحرصت الفعالية على تعزيز قيم الموروث الشعبي الإماراتي المتجدد بين أقسام المؤسسة وبيان أهمية المحافظة عليه، إضافة إلى دعم العلاقات المجتمعية بين الموظفين ولفت أنظار الجيل الجديد بأهمية التواصل مع قيم الآباء والأجداد لتعميق الشعور بالانتماء والولاء الوطني. وتضمنت الفعالية قيام مجموعة من أبناء موظفي مؤسسة الشارقة للإعلام وطلبة المدارس بالتجول بين الإدارات والأقسام بالمؤسسة بالزي التراثي المحلي الشعبي وسط أجواء من التفاعل والمرح بين الأطفال والموظفين، وتخللها توزيع الهدايا على موظفي المؤسسة من قبل الأطفال بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في الشارقة. جميل. أجواء حلوة يعني أكيد هذه الأجواء يعني نحن اللي ننتظرها من عام لعام، لكن تصدق يعني ما أدري أنا ما أخذت شيء من حق الليلة، الحلاوة كلها خذوها ما شاء الله محمد ثناء ورائد فوقهم الكلينكس بعد ما نفس. لأن نشوف إحنا من هنا قاعد نشوف وين حق الليلة وين هذا غلط، لكن كان طبعا يعني يوم جميل يعني هذا اليوم وجود الأطفال
الفرحة والبهجة اللي موجودة يمكن حق الليلة هي من العادات ومن التراث صحيح. يعني القديمة اللي تعودنا عليها، فاليوم وجودهم أيضا في المؤسسة يعني أدخل الفرحة على الجميع. أيضا هذه التوزيعات الجميلة لحق الليلة كانت جميلة جدا. طبعا هي أيام احتفالية يعني هاي الليلة، مثل يعني قبل كان يوزعون مثلا الحلويات الأشياء اللي في البيت يسوونها، الخبز الزلابية الأشياء اللي يسوونها في البيوت. الحين شوي تطوروا ترى على فكرة، قام يحطون صحيح. فلوس الحين ويا المكسرات ويا هذا، يعني أنا خاف بدال عيد الأضحى وعيد الفطر يصير عندنا عيد ثالث بعد نص من شعب. أكيد يعني هذا اليوم هو يعني موروث شعبي تعودنا عليه من الآباء والأجداد، ودائما تعرف يعني نستغل هذه الأيام الجميلة اللي نترقب فيها شهر رمضان. طبعا الأطفال يحبون مثلا يسيرون عند العيايز ياخذون الحلاوة، ياخذون هذه الأمور يعني تدخل البهجة عليهم. طبعا بعد هو يعني أكيد في ديننا إحنا عندنا بس فقط دينين، عيد الأضحى وعيد الفطر صحيح. لكن في هذا اليوم يعني الناس تحتفل، يعني صار موروث تقليدي بين مجتمعنا مجتمع الإمارات صحيح. لكن إحنا أهم بعد في نقطة أنا أحب أثيرها يعني أو يعني اللي ما عجبتني بصراحة في الآونة الأخيرة، يعني مثل هذه العادات والتقاليد اللي تربينا عليها، يعني في حدود طبعا صحيح. عاداتنا وتقاليدنا صحيح. لكن في بعض الأشخاص وبعض الجهات يعني يبدون يشوهون هذه الصورة في بعض مثل على في الموبايلات في المسجات في كذا يشوهون هذه الصورة. يعني صحيح. ليش نمنع احنا عيالنا من الفرحة إذا كان في حدود إطار ديننا وإطار يعني عاداتنا وتقاليدنا؟ فبالتالي نحن يعني دائما حريصين على كل المناسبات أنها تكون مناسبات، يعني سواء كانت مناسبات دينية أو مناسبات إحنا ورثناها أو تقليدية، نحافظ عليها في يعني خطوطها ولا نتعدى إحنا الحدود بالفعل. اللي المفروض بالفعل نتمنى من الجميع. طيب مشاهدينا، إذن كنا مع مجموعة من الأخبار المحلية، دائما ختامها يكون ويا حالة الطقس، بعد طبعا أخبارنا عن حفلة تخريج وأيضا عن شروق وعن حملات الوقاية أيضا وتعزيز الموروث الشعبي حق الليلة، وأيضا فوز منتخب الإمارات بطلا لكأس الخليج لهوكي الجليد، ونبارك له طبعا على هذا الفوز للمرة الثالثة على التوالي وإحرازهم دائما للمراكز المتقدمة في كافة البطولات. بنروح مع حالة الطقس وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئيا أحيانا، وتظهر بعض السحب على الجبال بعد الظهر قد تكون ركامية مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق الداخلية والمكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة ظهرا. الرياح شمالية غربية من 25 إلى 45 كيلومتر في الساعة بوجه عام، وتصل إلى 65 كيلومتر في الساعة أحيانا على البحر. البحر مضطرب جدا ويبلغ ارتفاع الموج ما بين قدمين وأربعة أو خمسة أقدام قرب الساحل وثمانية إلى عشرة أو 12 قدم بالعمق، ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة مساء، وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الثامنة والثامنة عشر دقيقة صباحا، وفي تمام الساعة السابعة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء. هذا والله أعلم. وطبعا يعني نرد نحذر أخواننا يعني اللي يروحون للبحر بأن هذه الأيام في تحذيرات كثيرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل عن هذا الأمر، وأيضا يعني الاضطراب اللي موجود في البحر، خصوصا أن يمكن المنطقة ككل يعني تمر بعاصفة مدارية كانت قريبة، فبالتأكيد نتمنى السلامة للجميع ونتمنى من الجميع اتباع الإرشادات اللي تكون صادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل. كالعادة مشاهدينا طبعا في كل يوم عندنا جولة في أحد أسواق إمارة الشارقة، واليوم طبعا الزميلة علي المنصوري موجودة في سوق السمك في إمارة الشارقة، وخلنا نتعرف على الأسعار وياها. صباح الخير علي. صباح الخير عليا. أحلى صباح على كل متابعي صباح الشارقة، وعليكم يا جمال وبهيثة. طبعا اليوم من سوق السمك بنتعرف مع بعض على أسعار السمك، وخذنا اليوم هذا الجانب من السوق لأنه في أنواع مختلفة من السمك ما كنا نتطرق لها في الأيام السابقة. بنبدأ من هذا المحل أو هذا الكشك، تخبرنا هذا شو؟ خباط. خباط، كم الكيلو اليوم؟ كيلو 30. كيلو ب30. بني كم الكيلو؟ 20. كيلو ب20. بني ملوين؟ هذا مال باكستاني. باكستان. هذا شو؟ جيش. كم الكيلو؟
25 25 عندنا قباب اللي هني هذا الكبير في النص قباب. قباب. بيع بحبة ولا كيلو؟ أنا كاملة الحبة واحدة. صامي. الحبة الواحدة من القباب ب70. وهاي سمكة التبان كم سعرها؟ هذا 40 درهم. الحبة الواحدة ب40 درهم. ننتقل للمحل الثاني ونشوف شو عندنا. طبعا هالمحل غالبا ما يكون عنده أنواع مختلفة وأحجام مختلفة من اليريور. بنتعرف مع بعض على أسعارها. السلام عليكم. هذا اليريور ملوين؟ هذا حبة 50 ماما. هذا شو؟ 50 حبة. ملوين؟ مالي ما هذا الصوبة هذا. محلي. إنزين هذا الكبير بكم؟ 80 هذا. 80. 80 وهذا؟ 50. زين تراويني إياه ترفع شوي. ماما. آه زين. زين. هذا ب50 والصغار اللي هني؟ حبة 20. حبة ب20. بتراوينا شوية؟ تراوينا. اليريور الصغير طبعا هاليريور محلي. انزين وهني شو هذا؟ هذا خين. هذا خين. شن عد؟ كن. كن كم سعر الكيلو؟ هذا 15. هذا 15 بالنسبه حق الكيلو. الحبه ب15. وهذا السمك العود؟ هذا كوبري. هذا 20 كوبري. اسمه 20 الحبه الوحده. نشوف مع بعض هذا المحل عنده انواع مختلفه من الربيان. نتعرف مع بعض على اسعاره. السلام عليكم. هذا ربيان ملوين اللي هني؟ عماني. هذا جامبو ولا؟ هذا جامبو. هذا كم سعره كيلو؟ كيلو 50 درهم. كيلو ب50. واللي هني الصغار؟ صغار 45. هذا 45. وتايجر؟ هذا كيلو 30 درهم. تايجر كيلو 30. كله عماني ربيان اليوم؟ هذا سعودي. تايجر سعودي ب30. هذا جامبو. انزين انزين واللي هناك؟ اثنين ما سعودية. كم الكيلو؟ 30 درهم. 30. الزبيدي بكم الكيلو؟ الزبيدي كيلو 70 درهم. هذا مال إيران. هذا الزبيدي كبير صح؟ مال وين الزبيدي هذا؟ مال إيران. الزبيدي عندنا اليوم من إيران. بدأ صح؟ بياح. انزين كم سعره؟ كيلو 25. 25 والحبار؟ كيلو 20 درهم. 20 وبني؟ 20 بعد. بعد كيلو 20 بالنسبة حق السمكة البني. بنشوف مع بعض محلات ثانية وشو عندهم أنواع مختلفة من السمك اليوم. طبعا ما شاء الله السوق اليوم في وايد ناس وايد مشترين بما أنه طبعا اليوم من أيام إجازة نهاية الأسبوع. نشوف مع بعض هني هذا المحل. موسى كم الكيلو؟ هذا 20 اليوم ب20. سلطان إبراهيم؟ تنديفة 25. 25 بالنسبة حق سلطان إبراهيم. قرفة كم؟ قرفة ب15. انزين شو عندنا بعد هني؟ جش؟ جش 20. شفنا هناك الجش الكبار وحين جش صغار. كم الكيلو؟ 20 كيلو ب20 بالنسبة حق الجش. حلوة كم الكيلو؟ 35. 35 اليوم الحلوة موجودة الأحجام صغيرة حسب ما ألاحظ. وسردين؟ كيلو 5. الكيلو ب5 دراهم بالنسبة حق السردين. والحبار؟ حبار 20. حبار 20. ننتقل للمحل الثاني. طبعا هذا المحل اللي بجانب هذا المحل متخصص بأنواع مختلفة من الربيان. بنتعرف مع بعض على الأسعار ونبداها من هذه الجهة. هاي أم ربيان؟ لا ربيان تايجر. هذا هذا ربيان تايجر. كم سعر الكيلو؟ هاي 100 درهم كيلو. هذا بعد تايجر صح؟ تايجر 75 درهم. 75 بالنسبة حق هذا الحجم. والحبار؟ 20 درهم اليوم بالنسبة للحبار في كل المحلات. وهذا ربيان؟ هذا ربيان. هذا صغير 45 درهم. هذا تايجر صغير ب45 الكيلو. هذا 55. 55 الكيلو. كل أنواع الموجودة في هذا الجانب ربيان تايجر وتختلف أسعارها حسب أحجامها. وهني؟ هاي جنبه ربيان 45 درهم. هذا انزين واللي هنا؟ هذا 60 درهم. 60. هذا 55 درهم. هذا 35 درهم. 30 درهم كله محلي ولا؟ لا عماني. هذا عماني ربيان الموجود في هذا المحل ربيان عماني. نشوف مع بعض هذا المحل وشو عنده من انواع مختلفه من السمك والربيان. السلام عليكم. حلوه كم الكيلو؟
حلوة 30 درهم كيلو. 30 درهم حلوة. هذا تبان ولا؟ لا كنات. كنعد، كم سعر الكنعد اليوم؟ 40 درهم كيلو. 40 درهم كيلو ولا حبة؟ كيلو. كيلو 40 درهم بالنسبة حق الكنعد. شو عندنا بعد هني؟ الجيش كم الكيلو؟ مو بجيش هذا، جيش هذا. هذا كم كيلو؟ 25 درهم كيلو. 25. وهذا؟ هذا 20 درهم كيلو. كيكان اسمه كيكان. كتان؟ الجيش هني ب 25، هذا كتان ب 20. 20 الكيلو. نشوف مع بعض السمك اليمة. موسى كم الكيلو؟ 20 بالنسبة حق موسى. وسلطان إبراهيم بعد سلطان إبراهيم 20 درهم. نشوف المحل اللي مقابله ونشوف نتعرف على أسعار السمك عنده. عنده قبقوب هذا المحل. هذا من عمان. قبقوب عماني حجمه كبير، كم سعر الكيلو؟ 30 درهم. 30 درهم بالنسبة حق القبقوب. نيه؟ انزين، شو عندنا بعد؟ ربيان. ربيان هذا من عمان. كم الكيلو؟ 40 درهم. 40 درهم بالنسبة حق الكيلو. هذا كيلو 40. شو اسمه؟ كنات. هذا تنعد الكيلو ب 40 اليوم. ايه هذا 20 درهم. الجش اليوم ب 20 درهم. السردين بالعادة 5 دراهم بالنسبة للكيلو. وقرفة؟ قرفة صغير 15، كبير 20. 15 و20 بالنسبة حق القرفة. وهذا؟ هذا 25. هذا جيش كبير. جيش كبير ب 25 الكيلو بالنسبة للجيش. ننتقل الأسماك الكبيرة الموجودة في هذا الجانب. بدأ؟ هيفا. هيفا كم سعر الكيلو؟ 20 درهم. 20 درهم بالنسبة لي هيفا. وهذا شو؟ شو؟ جيش تتي. جيش تتي كم سعره؟ 20. انتقل لمحل ثاني ونشوف مع بعض أسعار السمك في بقية المحلات أو حتى الأنواع المختلفة. نشوف هذا المحل معانا وشو عنده من أنواع السمك المختلفة. السلام عليكم. نشوف شو عندك. هذا كنعد؟ خباط. خباط كم الكيلو اليوم؟ اليوم 40 درهم. 40 درهم بالنسبة حق الخباط. وهذا؟ هذا مولن، هذا الجيش نفسه يشبه الجيش بس الجيش كم الكيلو؟ كيلو 25. 25 بالنسبة حق الجيش. والحلوة؟ حلوة 35 درهم. 35. وموسى؟ موسى 20 درهم. موسى 20 درهم. مشاهدينا كانت هذه جولتنا اليوم في سوق السمك في الشاردة، تعرفنا على أسعار السمك. نرجع الحين لكم يا جمال أبو هيثة واستديو صباح الشارقة. شكرا زميلتنا عليا المنصوري. طبعا شفناها في سوق السمك، والله يعينها، يعني لازم تتعطر 10 مرات قبل لا تدخل وتطلع في سوق السمك. طبعا نذكر نعيد أسعار السمك اللي موجودة في السوق لهذا الصباح. الخباط من 30 ل 40 درهم، بني باكستاني 20 درهم طبعا للكيلو، الجش 20 درهم، القباب 70 للحبة، تبان 40 الحبة، اليريور على قولة أختنا عليا 50 الحبة، الكبير ب80 والصغير ب20، الخن 15 للحبة أو الكيلو. عندنا موسى 20 للكيلو، حلوة 35 أو 30، الشنعد 40 كيلو للكيلو، الكتان 20 للكيلو، الزبيدي 70 درهم للكيلو، لبيع 25 للكيلو، سلطان إبراهيم 25، الجرفة 15، الحبار ب20 درهم الكيلو، الربيان اللي هو الجامبو العماني 50 درهم للكيلو، التايجر السعودي 30 درهم، التايجر طبعا العادي يتراوح من 35 إلى 100 درهم، القبقوب 30 درهم، الجرفة من 15 ل20 درهم، الجش 25 درهم. حيفا طبعا أنا ما سجلت هذه السعر هذا، بس يتراوح من 35 ل 40 درهم. فاصل ان شاء الله وثم نعود اليكم. رقم واحد نعم نحن الرقم واحد.
أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين معاكم في برنامجكم صباح الشارقة، وننتقل إلى الأخبار المتنوعة السريعة. وأول خبر يقول: الحليب والعرق سوس والجريفروت هل تؤثر على مفعول الأدوية؟ خلينا نشوف الجواب. طبعا نعم، إذ حذر اتحاد روابط الصيادلة الألمان من أن الحليب قد يحد من تأثير بعض الأدوية، بل وقد يثبط مفعولها تماما، مثل بعض المضادات الحيوية وأدوية هشاشة العظام. أما العرقسوس فيحد من مفعول أدوية خفض ضغط الدم، والجريب فروت يؤثر على أدوية الكوليسترول. وأوضح الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة برلين مقرا له أن سبب هذا التفاعل الدوائي يرجع إلى ارتباط الكالسيوم الموجود بالحليب مع المواد الفعالة التي تحتوي عليها هذه الأدوية داخل الجهاز الهضمي، مكونا مركبات صعبة الإذابة ولا يمكن امتصاصها. وقد أوصل اتحاد المرضى الذين يتعاطون هذه الأدوية بعدم تناول أي مشروبات تحتوي على الحليب حتى لو بكميات قليلة إلا بعد مرور ساعتين من تعاطي الدواء. من جهة أخرى، يمكن أن يتسبب العرقسوس في الحد من مفعول أدوية خفض الدم بسبب المواد الموجودة بداخله والتي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، فضلا عن كونها تتسبب في تصريف معدن البوتاسيوم عبر الكلى، مما قد يؤدي إلى ضعف في العضلات. يعني طبعا احنا هاي المعلومات احنا يعني في ناس كثير ما يعرفونها، ان الحليب صحيح. يعني هل الحليب يؤثر على مفعول هذه الأدوية؟ ولا نصيحة لأخواننا يعني الله يعافيهم المرضى، انهم في الأدوية هذه يعني أدوية ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول، يعني يبتعدون تماما عن شرب الحليب يعني بعد هاي الأدوية. اذا يبغى حاب انه ياخذ الحليب بعد اقل شيء يعني ساعتين او اكثر، لعلى اساس ان يعني الدواء هذا انه ياخذ مفعوله ويبدا يعني يعالج المنطقة المتأثرة داخل هذا الجسم. بالفعل يعني هذه المعلومات يمكن البعض يجهلها، يعني البعض ممكن ياخذ الدواء وممكن بعده يشرب صحيح. اي شيء معين، مو بس حتى الحليب او العرقسوس او الجريب فروت، عندك بعد عصير البرتقال. عصير البرتقال يأثر بشكل كبير مع الأدوية، يعني يحد بشكل كبير من صحيح. مفعول الدواء. وأيضا المشروبات الغازية، يعني مؤخرا حتى أعلنوا عنها كثير أخوي جمال، أن المشروبات الغازية أيضا ممكن، لأن بعض مو في سالفة حدة المفعول، وإنما في موضوع تأثيرها مع الدواء. بعض صحيح. الأجسام ممكن ما تستحمل فتؤدي إلى نتيجة سلبية تماما، ممكن صحيح. أنها تضر بالشخص صحيح. أو حتى مثل ما ذكرت من ارتفاع الضغط مثلا، ممكن تؤدي إلى حالات الوفاة مفاجأة. لذلك نحن نتمنى دائما من اللي ياخذون أدوية، خصوصا اللي ياخذون أدوية على المدى البعيد، يعني مثل أدوية الضغط والسكر، يعني الله يشافي الجميع، أن دائما يكونوا حريصين ويعرفوا هذه المعلومات اللي فعلا بتفيدهم أو بتخلي الدواء يوم ياخذونه ياخذونه بشكل فعال. نعم، حتى دائما احنا مقبلين على شهر الخير وشهر رمضان، يعني الناس اللي مبتعدة عن الأدوية في فترة الصيام أو يعني صار لفترة طول اليوم ما ماخذ الدواء، فممكن العرس ممكن يساعد جدا يعني انه يعوض على المشروبات الثانيه. وفي نقطه بخصوص الجريب فروت، يعني وايد مثلا خاصه الحريم يحبون يسمون رجيم، لكن ينتبهون لمساله اذا هم ياخذون احدى هذه الادويه يبتعدون عن الجريب فروت في حاله اخذ هذه الادويه. وهذا صحيح. طبعا يعني معلومه لابد انه يعني خاصه اللي يسوون رجيم لازم ينتبهون لها. صحيح. ايضا العرقسوس بشكل عام، يعني حتى بدون ادويه بدون شيء، أخذه بكثرة ممكن يسبب ارتفاع في الكوليسترول أو ضغط الدم. فنحن يعني نتمنى من الجميع أن وما نبغى إحنا الناس تحامل علينا بعدين يعني. لا لا أكيد، مو بتحامل، هي معلومات نحن نقدمها، يعني نحن صحيح طبعا كلنا صحيح. ناكل هذه الأشياء صحيح. نشرب هذه العصائر، لكن يعني هو دائما شيء إن زاد عن حده قلب ضده، وأيضا لازم الواحد يعرف شو الإيجابيات وشو السلبيات. نروح طبعا مشاهدينا، بما أننا ما زلنا نتكلم عن الصحة وعن الأغذية، بنروح لخطط غذائية مريحة لأبنائك في فترة الامتحانات بالتحديد. طبعا مشاهدينا، يشعر الطالب بالضغط والتوتر خلال فترة الامتحانات ويحتاج لطاقة وتركيز، وبما أن الغذاء هو الممول الأساسي لطاقة الجسم، كما أن له دورا كبيرا في تخفيف حدة التوتر والقلق وأيضا رفع نسبة التركيز والقدرة على الاستيعاب إلى أكبر حد. لذلك لابد عزيزتي الأم من خطة لنظام غذائي غني ومريح لأبنائك في فترة الامتحانات، لتعزيز تركيزهم والتخفيض من حدة التوتر والضغط النفسي للحصول على أفضل النتائج.
أولا عليك التسوق بذكاء من أجل هذه المرحلة والتركيز على كل ما هو غني ومغذي ومفيد والابتعاد عن كل المسليات عديمة الفائدة والتي تسبب السمنة والاضطرابات الهضمية. عليك عدم تجاهل الوجبات الرئيسية مع الحرص على أن تشمل كل وجبة جميع العناصر الغذائية اللازمة كالبروتين والكرب الكربوهيدرات والخضار. احرصي على تقديم المقرمشات المغذية والتي تتطلب تحريك الفم وذلك لطرد التوتر كالمكسرات النية والفواكه والخضار كالخيار والجزر والتفاح. وابتعدي عن تقديم الوجبات الخفيفة المملحة كالشيبس والنيتشوز والتي تحبس الماء في الجسم وتزيد من مشكلة السمنة. إذن مشاهدين يعني هذه بعض الخطط المريحة خصوصا للأبناء في فترة الامتحانات، هذه الفترة اللي يكونون فيها في توتر وفي قلق كبير، فيحتاج هذه الوجبات اللي تعطيهم الطاقة أيضا تخليهم يقدرون على التركيز. ومثل ما ذكرنا أيضا يعني المقرمشات اللي تساعدهم على تحريك الفم هذا ممكن يساعدهم أكثر على التركيز. طبعا احنا دائما اليوم باستضافتنا الشيف ماجد بيقولنا على بعض الأفكار اللي ممكن يعني تساعد، لأن الحين ما شاء الله عيالنا حتى فترة امتحانات البنت والولاد يقول لك أنا ما أبي أكل مالي خلق وراي هم الامتحان، صح؟ فهذا بروحه بعد مفهوم ثاني التفكير في الامتحان بروحه ممكن حتى انه يتسبب لهم مثلا انه ما يكون عندهم شهيه للاكل، يعني هو طبعا الخوف التوتر الامور هذه يعني خليهم يعالجون البان والخربان. طيب بنروح ل تقرير عن طيب هذا التقرير طبعا بنروح وبنروح معه وطبعا من قناة حصريا اللي دائما يزودونه بتقارير مميزة وحصرية للبرنامج. هذا التقرير يعني بمناسبة فصل الصيف والحرارة نحن بنشاهد يمكن اختراع يعني كلنا نحن نحتاجه وهو المكيف أخوي جمال في هذا الصيف. بداية اختراع التكييف منو اللي اخترعه؟ يمكن احنا نجهل هذه الإجابات لكن بنشوفها ويا مشاهدينا من خلال هذا التقرير وراجعين. Thank you.
أنا أقول جزاه الله خير وما قصر والله إن شاء الله يعني ميزان حسناتي إذا كانت عند حسنات يعني أكيد يعني اختراع ضروري جدا. يعني اليوم تخيل لو نحن في هذه الأجواء من غير مكيفات، لكن تعرف يوم الواحد يشوف يعني هذه الاختراعات نقول الحمد لله. نحن الحين يعني بعد شوف أحيانا ندخل الاستوديو نقول حر، شغل المكيف مثلا أو قوى المكيف، لكن صحيح. الله يعين اللي زمان كانوا يعني قبل التكييف وقبل المباني وكانوا عايشين في أول شيء أو قبل ما في الصحراء، تخيل المهفة يعني مساكين هي. يعني كان اختراع بسيط صحيح. يعني هم البارجيل كان يعني هي. حلم الحلول، هذه أول وسائل التبريد هي. فاختراع هي. بدأ من نحن على فكرة وبعدين أكيد أكيد. طبعا هذا الاختراع جمال يعني يمكن في القرن الماضي توقعوا أنه بياخذ الجائزة ثناء، أعتقد كان أنه بياخذ بس ما خذاها يعني كأحسن اختراع في 100 سنة، لكن ما خذاها رغم أنه فعلا اختراع يعني الكل يحتاجه. في اختراعات أخرى خذت يعني هذا الاختراع أو هذه يعني أظن الفاز في الجائزة هذه أنه في تصميم الحمامات وغيره وغير التواليت الجديد يعني على حسب صحيح. يعني محمد ثناء طبعا هو يعني اقرب واحد لهي الاخبار، والاخبار هاي احنا ناخذها من عندهم يعني. لكن اذا علي انا اعطي المخترع المكيف هذا اعطيه جائزه نوبل للصيف او للحراره صحيح. اذا كانت بدنا نعطي جائزه يعني لانه يستاهل صراحه يعني صحيح. وشفنا من خلال التقرير انه يعني هو موجود من زمان، كانت بطرق مختلفة يعني يتطور. بداية كانت مثلا مروحة مع دفع الهواء، شوف هذا في البداية صحيح. بعدين مع الرطوبة يعني أدخلوا شيء جديد. اليوم شوف ما شاء الله لوين وصل التطور، يعني أصبحت هذه الأجهزة كم هي بسيطة وأيضا فعالة وقوية وموجودة، ويعني بلمسة زر يعني ممكن أنها تلطف الجو نعم كامل. نعم نعم. أعزائي المشاهدين، خبر جديد، طرق التعامل مع الروتين اليومي في الشركات. خلونا نتعرف على بعض الطرق يعني كيف نتعامل مع الروتين اليومي في هذه الشركات. بيّنت البحوث أن تجديد نمط الأعمال يحسن من مزاجنا وإنتاجاتنا أيضا، وهنا بعض الطرق للتعامل مع الروتين اليومي في الشركات. أولا، التجديد يحتاج دماغك إلى التحفيز، لذلك حاول القيام بمهامك المملة بطريقة مختلفة وفي أوقات مختلفة أو مع أشخاص مختلفين، كما عليك تحديد جدول أعمالك الخاصة. 2، العمل في المنزل أو العمل من المنزل. تسمح الشركات للموظفين بالعمل من خارج المؤسسة في بعض الأحيان أو بشكل دائم، ويمكن لذلك أن يخفف من ضغوط العمل والحياة العائلية. 3، حول تركيزك. إذا كانت مسؤولياتك متشابهة أو أوكلت إليك الواجبات نفسها طوال الوقت، أطلب من رئيسك في العمل إذا كان بإمكانك التعديل على برنامج عملك أو نوع المهمات الموكلة إليك، وهو بدوره سيحترم رغبتك بإتقان شيء جديد. 4، قدم يد المساعدة. يمكن أن تعالج مسألة الضجر في العمل من خلال سؤال الزملاء فيما إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة وتقديم يد العون إليهم. 5، اجري المزيد من التغييرات على عاداتك القديمة. أدخل أفكارا جديدة إلى عملك، وخذ شيئا قمت به مسبقا أو قام به فريقك، واكتشف ما إذا كان بإمكانك عمل بوسيلة جديدة أو مختلفة. أفكار جميلة الحقيقة. هي نعم، بس أنا خايف من يعني مقترح واحد لما تسألون تقولي حق المدير أنا بيغير شوي يأخذ عنش طابع أن هذا مو بعيبنا في الشغل، ويكتب عنش تقرير وتقييم 1 من 4. لا هو أشوف دائما يعني هذا يعني الخبر يقول لك أنه دائما التعاون حتى مطلوب، حتى أنك تأخذ بوجهة النظر. يوم يكون عندك مثلا الشخص المسؤول عنك أو المدير يكون متفهم لطبيعة العمل، بالعكس هو بيرحب بالأفكار، بيناقشها معك سواء كانت مثلا بتفيدك أو بتضرك، يمكن بيعطيك بعد المعلومة. وهذا شيء ضروري أيضا يعني من المدراء أو أرباب العمل دائما التعاون ويا الموظفين. أيضا التعاون بين الزملاء، يعني اليوم شفني انا ما شاء الله علي اول ما اي الصبح اسال كل الفريق حد محتاج شيء، حد لا هو اليوم انت في شيء غير طبيعي يعني بعد محمد ثناء اسال الكل. احنا قاعدين نشوف شيء غير طبيعي، انت شو عندك اليوم؟ طب حكيم من ياتي
تضحكين في البريك، تضحكين في الفاصل، تضحكين ضحكينا وياك إذا في شيء ما أدري سبحان الله من رب العالمين. ف يعني ضروري هذه على المفتاح اللي كان ضايع الصبح على المفتاح اللي كان ضايع هذا المفتاح تعرف يعني خبل في الممر كله. طبعا يعني هذه بعض النصائح قدمناها لكم مشاهدينا يعني تساعد في مهام العمل. الحين بنروح لنصائح اخرى يعني مو بس حتى في العمل والزملاء، لا حتى بعد ربة المنزل اليوم تقوم بعمل كبير يعني خصوصا يعني في شهر رمضان، احنا مقبلين على شهر رمضان، ايضا هي تقوم بدور كبير وتقوم بعمل يعني متعب نوعا ما خلال فترة الصيام بالتحديد. لذلك مشاهدين نحن بنقدم بعض النصائح يعني اللي تهم لتنظيم الوقت في شهر رمضان، ولأن هذا الشهر لا يأتي إلا مرة واحدة في العام نقدم لكم بعض الأفكار والاقتراحات التي تعينك على تنظيم وقتك في هذا الشهر الكريم. اطبخي أصنافا بسيطة وسهلة وغير كثيرة من الطعام حتى لا تقضي وقتا كبيرا في المطبخ. خططي لطعام الإفطار لعدة أيام مسبقا بحيث يمكنك تجهيز بعض الطعام مسبقا في وقفة واحدة في المطبخ، مثل عصر الطماطم، أيضا فرم الثوم، تتبيل اللحوم، وتحمير البصل والشعرية وإلى آخره. أيضا خصصي وقتا للمطبخ بحيث لا يسترقق الوقت فيه، ضعي ساعة في المطبخ أو اضبطي المنبه حتى تنتبهي كم من الوقت تمكثين فيه. قسمي أعمال المنزل على أفراد الأسرة ودعي أبنائك يساعدونك في إنجازها. أيضا مشاهدينا النوم، احرصي على أخذ قسط جيد من النوم خلال فترة النهار لتكوني متيقظة أثناء الليل، خاصة أن الليل قصير ولا وقت كبير للنوم خلاله. وفي نفس الوقت حاولي ألا تنامي زيادة عن اللازم في رمضان، فهو لا يأتي إلا مرة واحدة في العام. الاجتماعيات أيضا قللي من العزائم والولائم سواء كانت كنت داعية أو مدعوة، وأيضا احرصي على الانتهاء منها في بداية رمضان وقبل حلول الثلث الأخير. قللي التلفونات والدردشة على الانترنت لأدنى حد، اجعليها مقصورة على الضروريات فقط. يعني هذه بعض النصائح فعلا الهامة لربة المنزل، خصوصا اليوم تكون هي مثلا تجهز لفطور اليوم، تجهز لباتشر. فيعني مثل ما ذكرنا أن الأشياء الأساسية، أو تعرف أخوي جمال ما أدري إذا تعرف يعني للمطبخ أو لا، لكن هذه الأمور البسيطة تأخذ وقت يمكن أكثر من الطبخ، فرم الثوم، عصر الطماط، هذه الأمور الصغيرة صحيح. يعني تأخذ فعلا وقت أطول من الطبخ. لذلك يعني ممكن أنها تجهز يعني قبلها مثلا بوقت أو قبلها بيوم، حتى على وقت مثلا التجهيز يكون كل شيء جاهز بالنسبة لها يكون أسهل. أيضا مثل ما ذكرنا أن تأخذ قسط من الراحة حتى تقدر تعطي بشكل كبير، لكن مو مثل ما نشوف البعض يعني الله يهديهم اللي ينامون طول النهار في رمضان. يعني يا جماعة هذا شهر عبادة، الواحد يجتهد فيه، نحن نتريا من العام للعام، يعني في كل سنة يمكن في آخر يوم رمضان نقول يا رب رمضان الجاي يعني نكون موجودين فيه. فلذلك يعني اجتهدوا أيضا في العبادات. العزائم اللي تكون موجودة أكثر شيء يقهرني جمال، تعرف شو مثلا يمكن عازمين شخص أو شخصين ويسوون أكل إش كثر، يأكلون شيء بسيط والباقي ينعق. هذا الشيء غلط، يعني أول تبذير ويعني ديننا نهانا عن هالشيء. أيضا ننوه لمشاهدين أن دائما خلال شهر رمضان الجمعيات الخيرية بدولة الإمارات، يعني أو أغلب الجمعيات بدولة الإمارات تكون مسوية حملة لهذه هذا الأكل الزائد، وهذه الحملة بعد توصل لباب البيت تأخذ هذا الأكل. يعني اليوم اللي عنده مثلا أكل زايد ما يحتاج أنه يعقه، حرام، هذه نعمة يعني، لكن ممكن أنه يجهزه بطريقة مرتبة وبتوصلهم طبعا أو بيوصلهم مندوب الجمعية بياخذ منه هذا الأكل وبالتالي بيوزعونه على المساكين. نعم طبعا إذا احنا تكلمنا عن مسألة ربة البيوت أو ربات البيوت، خاصة الأمهات، يعني مهما تبي لها من خدامات، خدامة خدامتين ثلاث، إلا من حرصها طبعا أن هي لازم تكون متواجدة داخل المطبخ، تراقب، تشوف كذا. طبعا هذا ينهكها يعني، خاصة في وقت الصيام في النهار تلقاها الظهر في المطبخ، العصر في المطبخ، يا دوب يمكن تحصلها ساعة أو نص ساعة تنام، تبدل ملابسها وتقوم مرة ثانية للتحضير. عاد والله كله بثوابه والله، يعني أكيد مأجورين عليها يعني. لكن
احنا نتكلم عن مساله احدام. احنا في شهر احنا اكيد يعني الناس تقول شهر رمضان شهر العباده، احنا نقول اكيد طول السنه وطول عمرنا نحن في عباده، لكن هذا شهر له خصوصيه معينه. أكيد. للاسف احنا اذا بتكلم عن يعني بعض الشباب او بعض يعني الرجال اللي هم او المخيمات او الخيام اللي يسوونها خارج المنزل، للاسف يعني احنا يعني ما نقول كلهم، بعضهم جزاهم الله خير يعني يستغلون هذه يعني في الندوات الدينية، في النصائح، في التجمعات، هذه اللي حتى التجمع نفسه هو جميل، يعني صلة الأصدقاء. صحيح. والرحم. صحيح صحيح. ويعني نصيحتنا لهم أن يستغلون هذه الأيام المباركة في طاعة الرحمن. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام. طبعا بنروح وياكم في هذه الفقرة ونقرأ بعض التغريدات من تويتر، ودائما نحن نختار بعض الصفحات يعني اللي نقدم من خلالها معلومات بسيطة. اليوم بناخذ من صفحة حقائق سوداء. أول تغريدة معنا تقول: دراسة توضح أن الناس لم تعد تهتم لبعضها مثل السابق، فاليوم يهتم الناس لبعضهم بنسبة أقل ب40% مقارنة ب25 سنة مضت. شو رأيك جمال؟ الحين الناس ما تهتم مثل قبل؟ يعني أنا كنت بكتب الحقيقة يعني يقول أن اليوم الناس ما عادت تهتم لبعض مثل قبل بنسبة 40% عن 25 سنة قبل. لا يعني أنا أعتقد أن الأمور الوقت تغير، الظروف تغيرت، يعني خفت كثير. يعني الحين اللي أي معلومة تبينها بكم زر بتحصلينها، إذا تبين توصلين مع الشخص في لحظة. وهذا أكبر غلط على فكرة، يعني هو مو يعني خطأ أن الواحد يتواصل على طرق التواصل، بس ما يجعلها هي الشيء الأساسي في حياته. إحنا فقدنا يعني أشياء أساسية في ظل وجود هاي التقنيات. أكيد. يعني بدل ما أنا أزور أخوي أزور أبوي أزور كذا، أطرش له مسج، أبعث له مسج وانتهت، لكن القيم تضيع هني يعني في النهايه. يعني حتى الحين ما يطرشون مسج على برامج المحادثه بعد ببلاش، ما يخسر رساله. يعني يدي بالطرشيل انت ماسنجر، شو عرفه مفتكني مسكين. صحيح. فيقول يومي عاتبك، يقول طرش لك انا مسج. هي وين طرشت المسج؟ وين يعرف يقرا مسكين. بنروح ايضا لتغريده اخرى، يقول لك: لكي تنجح اي علاقه بين اثنين لابد من امرين: تقدير الاشياء المشتركه بينكما، واحترام الاشياء المختلفه بينكما. تغريدة جميلة. اليوم يمكن الاختلاف دائما هو يسبب المشاكل، رغم أن في تغريدة يقول لك لازم احترام الأشياء المختلفة. صحيح. وأيضا تقدير الأشياء المشتركة. طيب بنروح لتغريدة أخرى: عندما يكون كل شيء حولك يذكرك بشخص ما، فأنت غالبا تحبه بجنون. زي وإذا كان ريال، وإذا شيء يذكرني بشيء مبزي. لا هو يقول لك اذا شخص، اذا يعني كان اي شيء حواليك انت تشوفه تتذكر شخص معين، معناته انت تحب هذا الشخص بجنون. شخص مجرم مثلا، شو اسوي به؟ ما اعتقد ان كل شيء بيذكرك بشخص مجرم. يعني باب المزحه. لا هو يعني يمكن حتى الاخوان، الاخوات، الام، الاب. اكيد طبعا. يعني الاشخاص الاماكن هي عباره عن ذكريات. تذكرين انت في الحلقه الماضيه كنا نتكلم يعني الصور، الاشياء، تذكرنا بذكريات كذا. صحيح. وعلى قولة اخونا محمد يعني الاماكن كلها مشتاق لك. أيضا تغريدة أخرى: تجويع النفس لا ينقص الوزن بل يزيده، لأن جسم الإنسان يظن أنه يواجه الموت عند تجويعه فيقلل إحراق السعرات الحرارية. يعني معلومة صراحة أول مرة أعرفها. أيضا يقول لك: أخطر الأكاذيب هي تلك التي تقنع نفسك بها. صحيح. هي. وهذه يعني كثرة الضحك تميت القلب. مو معناته أنه يعني ان نحن من كثر ما تضحكين انت قلبك بيموت. هي المساله ان هي. انت تضحكين على نفسك، تكذبين الكذبه وتصدقينها وتعيشين فيها. يعني تعرف في مقوله جمال يعني يقول لك الحين اذا بتاخذ يعني مثلا من شخص معين حتى الكذبه، اذا كنت انت تحب هذا الشخص بتصدقها لانك تحب هذا الشخص.
وتتبنين الفكره على فكره. حتى لو انت متاكد او شفتها بعينك صحيح. واذا تكره هذا الشخص حتى لو كان صادق انت ما بتتقبل الفكره صحيح. وبتالف امور اخرى هي ترجع للوضع النفسي او مثلا ارتباط الاشخاص ببعض. ايضا يقول لك يوجد نوع من انواع الوهم النفسي يعتقد فيه المصاب انه شخصا ما يحبه ويعشقه وهو ما درى عنه. ها؟ ممكن تعيدين بس الفقرة هاي. في حالة نفسية عند الشخص دائما يحس انه في حد يحبه ويعشقه بجنون بس انه هو ما يدري عنه. هو يحس كذا فما ادري. بس اخر شيء ثناء بس تغريده واحده تغريده انزين هي مو بتغريده هي الصوره اللي ظاهره امامنا هذه الصوره تبين يعني الام يعني شو الام بالنسبه للشخص. شوفوا الاسئله من الطفل للام دائما انا جوعان انا بردان انا حران ممكن احصل على شيء الفلاني مثلا وين سايرين واي كانوت ويل يعني ليش ما نقدر مثلا ليش نسوي دائما هذه الاسئله كلها موجهه للام. لكن السؤال الموجه للأب دائما مثل ما ظهر أمامنا Where is mom؟ أين أمي؟ فيعني كم أهمية الأم يعني عند الجميع. شوف كل الأسئلة اللي سألها الطفل سألها للأم أبا أكل أبا 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 أحتاج أنا مريض أنا تعبان أنا حران. لكن سؤال الأبو وين أمي؟ فالله يحفظ يعني أمهاتكم جميعا ويرحم أمواتهم. آمين. هو طبعا يعني صورة جميلة يعني تعكس يعني علاقة الطفل في أمه لكن لا ننسى دور الأب. يعني أنا إذا ولدي يسألني وين ماما بقول له راح تصرف فلوسك وفلوسي في الجمعية. دائما هاي الفكرة حرام عليك لكن يعني الأم أكيد. طيب بنروح مشاهدينا وياكم لهذا التقرير. وأقيمت ورشة المشتريات الحكومية والتي تمثل تعاونا بين المنظمة العربية للتنمية والبنك الدولي لدعم الشركات الصغيرة أو المتوسطة لإقامة مشاريعها التي تساعد على زيادة الناتج المحلي والخدمات. طبعا مزيد عن هذه التفاصيل وحول فعالية الورشة مشاهدينا بنشوف هذا التقرير ولنعوده. هذا المحفل المهيب يضع علينا في المنظمة العربية للتنمية الإدارية في ظل بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أقامت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع البنك الدولي في مجال المشتريات الحكومية ورشة عمل بعنوان شبكة خبراء مشتريات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تنفق الحكومات والوكالات العامة مبالغ ضخمة من موازناتها على أنشطة التوريد الحكومي التي تشكل 70%، كما ويشكل التوريد الحكومي نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي حتى 30%. في الآونة الأخيرة عم نشهد انفتاح من المنظمة العربية للتنمية الإدارية على معظم الهيئات الدولية التي تعنى بالإدارة وتعنى بتطوير. تحصل الحكومات على الأعمال وتشتري الكثير من السلع والخدمات التي تنتجها أو تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل الأثاث، أعمال التصليح، الصيانة، خدمات التنظيف وغيرها. This event, a training of trainer that aims to improve the ability of small and medium enterprises in the Middle East and North Africa region. إن هذه الورشة التي عقدت بين البنك الدولي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية هي بمثابة تقديم دعم وإتاحة فرصة كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيام بمثل هذه الأعمال، وهي فرصة لزيادة الناتج المحلي والقومي. ا
عودة لكم أعزائي المشاهدين. طبعا احنا سامحونا اليوم شوي قاعدين نضحك لأن الجو ما شاء الله هني بهيثة قاعد تضحك من الصبح والمخرج والمنتج كلهم قاعدين يضحكون ونتمنى هاي السعادة تدوم دائما في برنامج صباح الشارقة. أعزائي المشاهدين نذكركم بسؤال الحلقة، متى تأسس مركز إكسبو الشارقة؟ طبعا الجواب مثل ما قلنا لكم معنا أول اتصال. نستقبل اتصالاتكم، نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معانا عفوا؟ شيرين. شيرين؟ أيوه. مرحبتين، ريم ولا شيرين؟ شيرين. شيرين رائد، يعني الظاهر أن السماعة مو بصاحية عنده. مرحبتين يا شيرين. شو الجواب يا شيرين؟ 1977. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. شكرا يا شيرين على اتصالك. ناخذ اتصال ثاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا هلا، من ويانا؟ نور، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. معاكي شيرين من الشارقة. يا هلا وسهلا بشيرين. شيرين وشيرين ما شاء الله الاثنين شيرين أول متصلتين. شو الإجابة يا شيرين؟ 1977. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. شكرا يا شيرين على اتصالك. شكرا جدا. اتصال آخر أعزائي المشاهدين، قول ألو. مرحبا. ألو. 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 أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معانا؟ الله يعافيك إن شاء الله. سهام. سهام. نعم. سهام، شو إجابتك يا سهام؟ 1977. إن شاء الله. إن شاء الله إجابتك صحيحة يا سهام. طبعاً سهام يعني صديقة دائما للبرنامج، في كل حلقة تشارك. نأخذ بعد اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من ويانا؟ بتال. حياك الله يا بتال، من وين اتصالك؟ من الشارقة. يا هلا وسهلا، شو الإجابة بتال؟ 1977. إن شاء الله تكون إجابة صحيحة، شكرا يا بتال على اتصالك. يا ريت بس لو بتال ويانا على الخط يقولنا شو معنات الاسم؟ شو يعني بتال؟ اسم جميل على فكرة بتال، أنا ما أعرف معناه بس بتال. هو اسم وايد حلو. سكر الخط. ننتقل وياكم مشاهدينا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم، طبعا من خلالها نستعرض بعض الأحداث اللي صارت في مثل هذا اليوم طبعا لكن في سنوات مختلفة. طبعا أول حدث معنا في مثل هذا اليوم 14 يونيو من عام 1864، ولادة لويس ألزهايمر، عالم نفس وباثولوجيا عصبية ألماني، وعرف باكتشافه مرض ألزهايمر. وفي مثل هذا اليوم في نفس العام في عام 1900 هاواي تصبح جزءا من الولايات المتحدة. وفي نفس هذا اليوم 1902 وفاة عبد الرحمن الكواكبي، مفكر وعلامة سوري. أيضا في هذا اليوم من عام 1962 تأسيس المنظمة الأوروبية لأبحاث الفضاء. وأيضا في مثل هذا اليوم من كل عام يصادف اليوم العالمي للتبرع بالدم. إذن مشاهدينا هذه كانت بعض الأحداث. نرجع ونستقبل اتصالاتكم على سؤالنا. السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير يا هلا، من ويانا؟ رزان. رزان، من وين تكلمين يا رزان؟ من أبو ظبي. يا هلا وسهلا، شو الإجابة؟ الإجابة إن شاء الله عام 1900. إن شاء الله تكون إجابة صحيحة. شكرا يا رزان على مشاركتك. اتصال آخر أعزائي المشاهدين، نقول ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ سهيل إبراهيم. حسين؟ سهيل. سهيل إبراهيم، ونعم يا سهيل. سهيل شو هي الإجابة؟ 77 إن شاء الله. 1977. إن شاء الله إجابة تكون صحيحة. إجابة صحيحة 100% إن شاء الله. شكرا يا سهيل. أيضا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير. كيف حالكم؟ الحمد لله. حسين. خير ربي يسلمك. صديق البرنامج حسين من الشرق.
حسين. يا هلا وسهلا يا حسين. الحمد لله، انا صديق البرنامج دائما اتصل فيكم، انا المعاقله دائما اتصل. حياك الله يا حسين. الحمد لله. ان شاء الله الاجابه 1977. وكذلك تأسس من جديد عام 2002، أسسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله، عام 2002 عام جده، يعني تأسيس جديد. ما شاء الله إجابة كاملة يعني، ما شاء الله باقت ماخذ المعلومة صح. طيب عموما مشكور يا حسين على مشاركتك، صديق دائم للبرنامج. ناخذ فاصل سريع مشاهدينا وراجعين. طيب مشاهدينا رجعنا لكم، وبنروح طبعا مع هذه الفقرة المميزة والتي ترياها كل ربة منزل ويا الشيف ماجد. قبل شوي كنا قاعدين تحت الهواء نتكلم، لأن أنا قبل شوي أعطيتهم هاي المعلومة مال الثوم، فالحين يقولي ثوم وحلويات ما يستوي، لكن هي بنقدم لهم مجموعة من النصائح بعد اليوم. قلت لنا محضر لنا حلويات شيف؟ نعم إن شاء الله. طيب. أكيد صباح الخير مرة جديدة للسادة المشاهدين، صباح الخير لكم، يعطيكم العافية على تقديم هذه الحلقة وفريق العمل. مثل ما حكينا في بداية الحلقة، اليوم إن شاء الله راح أقدم حلويات. طبعا أنا راح أقدم طريقة أساسية ممكن أن نحن نشتقها منها كثير، ونخلي يعني عدة أنواع نشتقها من اللي راح نقدمه اليوم. راح نحكي عن عجينة التارت اللي هي متعددة الاستخدامات، ممكن نعمل منها كتير أنواع من التارت، ممكن نحشي التارت فيها وندخلها الفرن، ممكن إنه نطبخها وبعدين نحشي التارت، في عدة طرق لاستخدامها، كل هاي راح نحكي عنه. راح نحكي كمان عن كريم الحلويات اللي هو في ناس صاروا يستعيضوا عنه بالكستر، وأنا ما بحب هذا الموضوع، ممكن نحن نعمله في البيت بالمواد الأساسية اللي موجودة معنا، وما نشتري اللي من السوق جاهز لأنه ممكن يكون في مواد حافظة أو مشابه، فنحن ممكن نعمله بالبيت بطريقة بسيطة كثير. والتارت اللي اخترته لحتى كمان نعمل فواكه، ندخل فواكه تازة فيه، راح أحكي عن فوائدها أكيد، كمان راح نخليها بالتارت، ونحن ممكن نعمل أنواع ثانية لكن عم نركز على الصحي شوي. خلينا نحكي شوية، راح نبدأ من مقادير الحشوي اللي بتكون للتارت، مقادير الكريم الحلويات أو البيستري كريم، وبيكون معاي تقريبا كوبين من الحليب 500 ml، معي 4 صفارات بيض، ومعاي ملعقتين من نشاء الذرة، معنا كمان تقريبا نصف كوب من السكر، ممكن نتحكم بكمية السكر حسب رغبتنا مشان ما يكون كتير أو قليل، نصف كوب من السكر، الزبدة كمان ملعقتين طعام، ومنحتاج شوية من نكهة الفانيلا اللي ممكن نستعيد عنها بليمون، برش الليمون أو ما شابه الفانيلا، لحتى بس ما تخلي فيه زنخة معنا في الطعم. هلا هدول راح نعملهم على النار، طريقة بسيطة كثير. بس قبل ما أضيف هاي كمان نصيحة تقنية كثير مهمة لستات البيوت، إنه نخلي شوية من الحليب البارد مع البيض، هلق راح نشوف ليش. طبعا عم نستخدم فقط صفار البيض هون، وباقي الحليب راح يكون على النار بهاي الطريقة. المهم في الموضوع أو الخوف اللي بصير معانا، نحن بعض أحيان نلجأ لتصنيع الكاستر أو مشابه، منخاف إنه البيض ينطبخ معانا لما منسويه على الغاز، وهاي اللي راح احكيها هلا انه نتفادى هذا الموضوع. ضفت السكر الزبدي البيض، ضفت السكر الزبدي والحليب للنار، اخفف شوي هون لانه راح ابتعد عنهم. طبعا انتم اذا مسويها في البيت انتبهوا لانه راح يكون في عنا فوران للحليب، بالعاده الحليب لما نسخنه ممكن انه يفور. طيب بالعوده للمقادير الثانيه اللي موجوده معي، أنا ليش خليت شوية من الحليب على الصفار؟ حتى امزج معاه نشاء الذرة. كلنا بنعرف إنه نشاء الذرة لما منضيفه على أي مادة، خاصة إذا كانت دافي، منخاف إنه يتكتل معانا، فبهاي الطريقة بذوبه قبل ما أضيفه. يعني هون أنا عم بخفق الصفار مع النشاء مع شوية من الحليب البارد. المقادير طبعا نحن عم نستخدم 4 من صفار البيض فقط، وهاي الطريقة هي عم تسوي لنا الكستر اللي مسويه في البيت أو كريم الحلويات اللي مثل ما عم بحكي ممكن يكون
كثير هو كويس، افضل من انه تستخدم الكاستر العادي، مع احتفاظي انه اذا حابين تستخدموا الكاستر او بتلاقوا سهوله انه يكون الكاستر هو المستخدم معاكم، فممكن تكون هاي الطريقه لكم. لكن الاهم من هيك، الكاستر راح يكون حشوي، راح نحشيه بشو؟ راح نحشيه بعجينه التارت. وعجينه التارت مقاديرها راح يكون معنا الطحين تقريبا معي هون 375 غرام، عم بحكي عن كوبين ونص، ومعي كوب من السكر 250 غرام، او عفوا نصف كوب من السكر 125 غرام، 250 غرام من الزبده او 10 ملاعق بيضه واحده ونكهه الفانيلا. ما راح احضر العجينه، لكن راح احكي كيف ممكن نعملها العجينه. راح يكون معنا على طول باي مقدار من الحلويات، يعني انا بحب انه ست البيت يكون عندها اساسيات على طول تعرف تتبعها. باي مقدار باي نوع من الكيك بيكون عندنا سكر وزبده، فهم اللي بيكونوا اول شيء في ماكينه الخفق. نخفق السكر والزبده مع بعض لحتى يذوب السكر ويتحول لون الزبده لابيض، بعدين بنضيف البيض عليها. طبعا ممكن البيض يكون معنا اكثر من وحده لو الكميه كبيره، فبنضيفه بالتدريج. واخر شيء النخيل، عفوا الطحين لازم يكون منخول، وبنضيف الطحين المنخول على العجينه ايا كانت، وبعدين بنضيف نكهه الفانيلا بالاخر. بكرر الطريقه، الزبده والسكر في البدايه مع بعض لحتى يذوب السكر، بعدين بنضيف البيض بالتدريج اذا كان اكثر من وحده، بعدين الطحين اللي بيكون منخول بنضيفه عليها، وممكن انه نعجن بالايد، ممكن انه نعجن بالماكينه حسب رغبتنا، واخر شيء نكهه فانيلا شوي لحتى تعطينا نكهه كويسه او برش ليمون. اللي راح نحصل عليه هو عجينه نشوفها سهل كثير في التشكيل. هاي هي العجينه اللي بتكون معنا، عجينه التارت، نشوفها على الكاميرا. وهاي العجينه ميزتها الحلوه انه هي لازم ترتاح بالبراد شوي، لازم نخليها بالفريزر، لكن ميزتها الحلوه شو؟ انه كل ما سهل التعامل معاها، بسيط جدا، لو حسينا انه هي ذابت فممكن اني ارجعها البراد تتماسك، وممكن اني اعملها بكميات، خليها احجام صغيره مثل اللي معاي هون، خليها بالبراد للفتره اللي بدي اياها او بالفريزر، وكل ما اكون محتاج اني استخدمها فبنزع منها شوي وبستخدم. هاي العجينه ممكن تستخدم لكل انواع التارت، ممكن نحشيها باي حشوه بدنا اياها، راح نشوف اكيد كيف، لكن كمان ممكن نعمل منها بسكوت، يعني ممكن نمدها بشكل رفيع ونعمل منها البسكوت اللي بنحبه. سخن معي الحليب، ذاب السكر هون وذاب الزبده. هذا الموضوع المهم جدا، انه نحن لو كان عندي الحليب درجه حرارته عاليه كثير، في عندي خوف من اضافه البيض لانه راح يتكتل، فننتبه انه الحليب مو عالي. بضيف البيض وبحرك مباشره بهاي الطريقه لحتى ما يتحول عندي لما يسمى سكرامبل او البيض المطبوخ، وبضيف نكهه الفانيلا وبحرك على نار هادي. مجرد فقاعات بسيطه او غليان بسيط بيكون البيستر كريم جاهز، وبنخليه يبرد شوي لحتى يكون معنا بهذا الشكل اللي فينا نستخدمه. بس قبل الفاصل راح احكي لكم عن العجينه اللي راح نمدها. طبعا ها هي العجينه اللي سويناها، بنمدها بهاي الشكل البسيط، وبنسويها بالقوالب حسب رغبتنا، قوالب كبيره او صغيره، بقوالب كبيره او صغيره حسب الحجم اللي نحن مختارينه. هاي القوالب طبعا راح نخلي، اذا نحن بنطهي العجينه قبل فنحن لازم نخلي عليها ثقل، ممكن يكون الرز، ممكن يكون الحمص او اي بقول يابسي، وبندخلها نشوف شكلها كيف القالب، بندخلها على الفرن لحتى نطبخها لمده 10 دقائق لحتى تكون جاهزه. فالموضوع بسيط كثير، شايفين القالب معي وبنشكلها فيه. وحتى البسيط هون في الموضوع انه لو العجينه انكسرت او اي شيء فيني ارجع اشكلها، يعني مجرد الضغط البسيط عليها بترجع تشكل. هذه هي ميزه عجينه التارت اللي ممكن نعملها بالبيت، واللي على طول انا بنصح يا ريت على طول يكون شغلنا بالبيت ويكون معنا، يعني افضل من انه ناخذه من السوق طبعا حسب امكانياتنا. وهي العجينه بعد ما تستوي بتكون قوالب جاهزه، راح نتعرف طبعا على حشوتها وطريقه عملها بعد هذا الفاصل الصغير، راح تشوفوا كيف ممكن نحشيها ونسويها، فانتظرونا بعد الفاصل. هلا الكنترول عم بيقولوا لنا رح يدخلوا على ما رح يستنوا لحتى تنتهي الحلقه. هذا اذا تم لك شيء ثناء اصلا. هذا اذا تم شيء فعلا، يعني لان صراحه احنا يعني يوع سنه فينا. اوكي طيب،
خلينا نعم. نحكي بس كيف ممكن نعملها لحتى السادة المشاهدين كمان يعملوها بالبيت وإن شاء الله يستمتعوا فيها مثل ما راح نستمتع بوجبتنا اليوم. العجينة ها هي بعد ما طلعت من الفرن، ممكن نعمل أحجام صغيرة أو كبيرة حسب ما حابين. هلأ هون ممكن تساؤل بسيط، ليش ندهنها بالشوكولا؟ هاي عندي شوكولا ممكن تكون سايحة طبعا، نحن هون بالتكييف جمدت. هذا بيساعد على أنه تظلها ليوم مثلا أو 3-4 ساعات متلين العجينة، لأنه الشوكولات راح يعمل عازل بينها وبين العجينة. طيب ممكن نضغط عاد اللي هو كريم الحلويات أو اللي حكيناه الكستر، بس طبعا هذا في البيت وهذا أفضل بكثير. نفسه اللي ممكن نحشيه على فكرة بالإكلير، نفس ممكن نستخدمه لأكثر من نوع من الحلويات ونحشي فيه، يعني كريم ممكن نعمله بشوية من الكاكاو فبصير فيه بعد فيه نكهة الشوكولات إذا نحن قلناها. طيب مين حابب يزين بتشكيلة من الفواكه الكبيرة؟ بصراحة أنا حابة أكل مو بزين. طيب. بس تريد خلص عشان عندي سؤال بس طب. ما تخترع لنا وجبة أو طريقة كذي حق نهار رمضان؟ هلق الحلويات نحن عم نقول طيب بدك تعلني الفائز؟ أنا عم بسمع. أبدي أعلن الفائز. الفائز ويانا اليوم في سؤالنا سهيل، أخ سهيل إبراهيم محمد من الشارجة، كل الشكر على مشاركتك، فزت ويانا ب 500 درهم مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام، تواصل ويا المؤسسة حتى تسلم جائزتك، والإجابة هي 1977 هي الإجابة. وكنا نعرف طبعا الأهمية لمركز إكسبو الشارقة ووجوده على خارطة الصناعة والتجارة وهذه المعارض الكبيرة اللي تقام فيه. نحن وصلنا للختام، يعني مثل ما شفتوا مشاهدينا هذه بعض الوصفات اللي قدمها شيف ماجد، وايضا نوه لكم ان شاء الله بيكون في برنامج طبخ مخصص، طبعا برنامج كامل عن الطبخ بيكون موجود في شهر رمضان ان شاء الله. مقادير هي اسمها مقادير. طبعا مشاهدينا هذا بتتابعونا خلال شهر رمضان ويا الزميل محمد الفرجاوي. ايضا وصلنا للختام جمال. نعم أعزائي المشاهدين سامحونا اليوم كنا نضحك، وإن شاء الله أيامنا كلها سعادة، وبرنامجنا هذا مو خاص لنا، خاص فيكم أنتم من الدرجة الأولى، ونشوفكم إن شاء الله الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا كمان كثير لكم لمساعدتي في المطبخ، أكيد الشكر موصول للسادة المشاهدين على متابعتنا، وإن شاء الله نشوف ونلتقي معكم في الحلقات القادمة. إن شاء الله. شكرا كثير إن شاء الله. شكرا لك شيف ماجد، شكرا لكل مشاهدينا اللي كانوا في متابعتنا اليوم، موعدنا يتجدد وياكم باكر إن شاء الله الساعة 10 بتوقيت الإمارات. في النهاية تحياتي أنا بهيثة وجمال الصميطي وأيضا الشيف ماجد الصباخ وكل طاقم العمل، منتج فني محمد ثناء، وأيضا كل الأخوان في الاستوديو، وهذه الحلقة طبعا من إخراج المتميز دائما رائد الدالاتي، وإن شاء الله نشوفكم على خير، فمان الله.